أعزائنا المشاهدين، مرة تاني نرجع نكمل حوارنا. في حوارنا إحنا بنشكر ربنا جدا جدا يا سيدنا إن بعت لنا جوهرة غالية علينا، هي قداسة البابا لمبة تدرس الثاني. شكر. إذا كان قالوا إن البابا كرولوس رجل صلاة والبابا شنودة رجل تعليم، فنشكر السماء بعتت لنا البابا كرولوس رجل، البابا تودروس رجل الصلاة والتعليم، ودي حاجة التمسناها وقريبين منها. ونكمل حوارنا يا سيدنا. اتفضل. اتفضل. راني أمير، إزاي أنظم وقتي بين المذاكرة وبين الصلاة وبين مساعدة أهلي في البيت؟ طبعا أنا لو قابلت رانيا اللي هو أنتي وبعدين سألتك أنتي يا رانيا إيه، تقولي لي أنا طالبة في تانية ثانوي، مش كده؟ فالصفة الأولى بتاعتك إنك طالبة، يبقى العمل الأول بتاعك إنك تذاكري، مش كده؟ أنتي طالبة علم عشان كده بتذاكري، فيبقى المذاكرة لها وقت كبير جدا أو الوقت الأساسي. ثم إن رانيا ابنة هذا البيت، ابنة الأسرة دي، فلازم يبقى لك دور جوه البيت. الدور ده بيختلف بقى بحسب ظروف البيت، انت كبيرة انت صغيرة، بابا وماما بيشتغلوا ما بيشتغلوا، حسب ظروف الأسرة. نمرة ثلاثة، انت بنت المسيح فلك علاقة يومية بشخص المسيح، فوزعي وقتك أولا على دراستك المهمة، على بيتك اللي بتخدم اللي منتمية له اللي بتقدري تبذلي فيه مجهود أو مساهمة. يعني افرض أسرتك كم فرد؟ ستة، فإحنا الستة بنعمل في حدود هذه الأسرة أو هذا البيت، فإزاي دورك أنت؟ لك دور. وبعدين علاقتك بالمسيح العلاقة الروحية اللي بتتنظم من خلال صلوات، خلال اعترافات، من خلال قداس بالترتيب. ما بروحش القداس بسبب ان بيكون عندي درس الصبح. مجراش حاجة، تروحي القداس في وقت تاني، بيبقى عندي مدرسة، روحي في وقت تالت. يبقى عندك ايه بقى؟ امتحان وقت رابع. وانا مش هينفع كل شوية اجل؟ لا مش تأجلي دلوقتي، القداسات كل يوم في الكنائس، مش كده؟ وعندك في البيت اجبيتك وانجيلك مفتوحين في اي وقت تصلي فيها، مش كده برضو؟ خالص. وافرض انت النهارده وقتك مش سامح بسبب الدراسه، بكره يسمح او بعده يسمح، شيء سهل خالص، الواحد ينظم الوقت كده. لكن في واحد يستحلى انه يكسل وما يروحش، زي ماما لما تروح لابنها الشماس الصغير قال له قوم يا مينا عشان تروح القداس ولا اتاخرت، ولا اتاخرت خلاص يكمل نوم. أحلينا يا سيدنا، في بناء على سؤال بنتنا رسالة توجهها قداساتكم لأولياء الأمور بالروح افتقاد، بيفضلوا الناحية التعليمية الدرس عن الاجتماع. الكنيسة لا، في ثانوية عامة بلاش كنيسة خالص، لما يخلصوا يبقى يروحوا، هينظموا وقتهم. ما هي الحقيقة أبونا الأمر ده هوت يعني له خلفية مهمة جدا. أحيانا الولد أو البنت يهرب من المذاكرة بالاجتماع، حاجة الكنيسة، مش كده؟ تمام. فعشان كده الأهل بيوقفوا له بالمرصاد، لا ما يروحش الاجتماع. لكن لو هو واخد باله منظم مذاكرته، لو منظم وبيذاكر وبتاع، غالبا الأسرة، ده أنا أعرف أسر بيزقوا أولادهم إنهم يروحوا، يروحوا الكنيسة، صح؟ يعني يقول له حبيبي كفاية مذاكرة كده وروح بقى الاجتماع أو روح الخدمة بتاعتك شوية. ثم إن الخدمة أو الاجتماع لها بركتها في في الحياه الدراسيه. يعني احنا كاولاد المرحله احنا السبب في ان نخلي اهالينا، لا يعني انا مش عايز اعمم الحكايه، لكن طول ما انا بشوف دراستي كويس وهم ما عندهمش الانطباع ان انا بهرب من الدراسه دي، هيقف. شكرا يا سيدنا. اتفضلوا اولادنا. اتفضل. اتفضل. ابنك مينا حسام من كريست لما بولا ام انطونيوس عزبه النخل. سؤالي هو لاي حد اقدر احول خد الاخر؟ تحول خد الاخر في المعامله، خد للاخر. اتفضل. دي وصيه في الانجيل، وهي وصيه ان الانسان يكون عنده قدره انه يسامح الاخر، ودي قدره مهمه جدا. لو انا جيت اسالكم كشباب وشابات، يعني ايه حب؟ يعني ايه انا بحب ابونا؟
يعني ايه؟ الحب معناه حاجتين جنب بعض، معناه ان انا اقدر اسامح، والحاجة التانية ان انا اقدر انسى. واخدين بالكم؟ الحب معناه الحاجتين دول، اقدر اسامح واقدر انسى. طب لو اقدر اسامح بس، ها؟ مش حب؟ يبقى نص حب لو جاز التعبير يعني، مش كده برضو؟ يبقى نص حب. فالسبب ده ان الوصية ده هي وصية بتعلمنا ان ازاي الانسان يملك قدرة انه يسامح. على المستوى الانساني الانسان لا، ده اللي يشتمني لازم اشتمه، اللي يضربني لازم اضربه، مش كده؟ ودي العهد القديم. في العهد الجديد يقول لا، في العهد الجديد يقول خلي عندك بال طويل واملك قدرة السامح، ما تنساش ان المسيح سامحك، وحاول تسامح الاخر. لما بسامح الاخر بديله فرصة انه يراجع نفسه، ولما يراجع نفسه ممكن يتوب. يبقى انا كسبت انسان انه يرجع للتوبة ويتوب او يعيش حياة صح. واخد بالك؟ اخطيت حللنا يا سيدنا في نقطة برضو بتشغل بالهم وبنشوفها، وخاصة كنت مدرس فشايفها. ولادنا في المدارس بيسامح مرة واتنين، الآخر ما بيحسبش ده تسامح، بيعتبره ضعف، فانطر الولد ما قدرش يجيب حقه، آسف في اللفظ الأول، بيعتبره ملطشة وسط زمايله، بيحس بالإهانة. فأنا اتضربت لازم أضرب عشان ما يحسسنيش، ما أحسش إن أنا ضعيف، أو هو ما ياخدش عنهم طبعا إن أنا ضعيف، فيتصرفوا زي ولادهم. طبعا ده يعني موقف صعب خالص، لكن الانسان لما يتعرض لحاجه زي كده في قنوات رسميه في المدرسه لو قدر يجيب حقه. لكن تخيل كده لو انا جبت حقي بايديا وانت بايديك وده بايديه ودي بايديها، يبقى المجتمع اللي عايشين فيه ايه؟ فوضى بقى. فوصيه المسيح بتحفظ سلامه المجتمع، سلامه المجتمع. وبرغم كده الاشخاص اللي بالشكل ده زي ما قدسك بتحكي، ازاي الانسان ما يبقاش العلاقه قائمه؟ خلاص هو في حاله وانا في حالي وتمشي. شكرا يا سيدنا. اتفضل. نقبل الايادي يا سيدنا. بنتك مارينا فؤاد من كنيسه العذراء بورسعيد عزبه النخل. كنت عايزه اعرف ازاي اوصل لشجاعه شهداء ليبيا. شجاعه شهداء ليبيا؟ تروح ليبيا. بس ده نموذج قدامنا، مش كده برضو؟ لكن الشهداء في كل حتة وفي التاريخ في كل بلد، مش كده برضو؟ شهداء ليبيا شباب وولاد أو رجال، ولاد عمي يا سيدي، ولهم قرايب. ولاد عمي. ولاد عمك؟ 13 منهم. يا 13 ولاد عمك؟ ولاد عمي من العيلة. لا من العيلة واحدة، هي العيلة كلها ولاد عمام قرايبي. ده يبقوا قاصدينك بقى. الشجاعة مبنية على الإيمان، والإيمان اللي لما يبقى في القلب مش مرتبط لا بتعليم ولا بمدرسة ولا ثانوية عامة ولا عايش في بلد زي القاهرة ولا أي حاجة. الإيمان اللي جوه قلب الإنسان. ودايما الإنسان عنده حاجتين غاليين جدا، إيمانه ووطنه. الإيمان اللي عايش فيه والوطن اللي موجود فيه. الواحد من غير وطن يبقى إيه؟ ملوش مكان، مش كده؟ والإيمان هو اللي بيربطني بالسماء. فالوطن بيربطني بالأرض والإيمان بيربطني بالسماء. بالتأكيد الأولاد بتوع ليبيا أنا ما أعرفهمش، لكن لما شفت أسرهم واتكلمت وياهم حس إن أسرهم بسيطة لكن عندها إيمان. فكل ما الواحد فينا من سن صغير مرتبط بربنا كويس وبالإيمان، يقدر يواجه المواقف اللي زي كده. مش مواقف طب هتبقى في ليبيا، لكن في أي حتة، في أي مكان. في كده على اليوتيوب في مقطع مسجلين ويا بنت من البنات اللي تهجروا من العراق، يمكن تكونوا شفتوه، اسمها كريستين، بنت 10 سنين، بيعملوا وياها حوار. لو تشوفوا ردودها، فبيسألها المذيع بيقول لها أنت دلوقتي طلعتي من بلدكم وسبتي كل حاجة وأهليك اتشردوا بتاع، ترد عليه البنت الصغيرة دي وتقول له إيه؟ ما تنساش ربنا سترنا.
شفتي المعنى الصغير؟ أهو ده بمثابة استشهاد في سنها الصغير ده. فإزاي الإنسان يقدر نعم ربنا في حياته؟ يبقى الإيمان ويقدر النعم ويكون إنسان دايما محافظ على الجوهرتين اللي في حياته، إيمانه ووطنه. شكرا سيدنا، تفضلوا. تفضل. قبل هذا يا سيدنا، ابنك أندرو ناجح من كنيسة العذراء مريم عزبة النخل. سؤالي هو إيه هو دور الكنيسة في إنها تعالج التدخين والإدمان؟ يعني في كتير من الشباب دلوقتي بيواجههم المشكلة دي. تفضل. ما هي مشكلة العادات الوحشة اللي بتيجي في حياتنا بتبتدي في السن اللي زي ده؟ عشان كده داود النبي قال عبارة جميلة قوي، قال مرارا كثيرة قاتلوني منذ صباي، مرارا كثيرة حاربوني منذ شباب، وإنهم لم يقدروا علي. في السن بتاعنا ده بتحاربنا عادات كتير. العادات زي عادات التدخين وعادات الإدمان بكل أشكاله. قال يعني العادات ده هي تخلي الواحد يعني يبقى راجل، وهي دي حاجة بتسرق صحته. أنا لسه قايل لكم لما كنت بجاوب على السؤال بتاع الثقة، الواحد يبقى عنده ثقة في 5 H، مش قلناهم؟ قلنا نمرة 4 إيه؟ هيلث، صحة. فأوعى في حاجة تسرق صحتك. فالإدمان يسرق صحة الإنسان مهما قالوا عنه. تسمعوا مثلا في السوق دلوقتي في حاجة اسمها ترامادول، مش كده؟ تسمعوا عنه طبعا. وده عملته الهند بقى رخيص قوي عشان بقى مخلق. كانت النتيجة إن الناس بتستخدمه استخدامات خاطئة، وده مدمر للصحة. عايزكم تعرفوا حاجة يا أولاد ويا بنات، عقلنا مكون من عدد معين من خلايا. اللي بيستخدم حاجات الإدمان بكل أنواعها بتدمر جزء من هذا العدد. زي واحد كده مثلا يديه فيه 5 صوابع يروح جاي شايل صبع والكفاية 4، بعد شوية كفاية 3. أهو بالظبط كده، بس بتحصل جوه مخنا، مخ الإنسان اللي بالشكل ده. فالكنيسة لها أدوار كبيرة قوي. أولا عندنا مركز كبير اسمه مركز الحياة الأفضل، وده بيعالج حالات الإدمان، بيعالج وبيشخص وبيساعد في الشفاء. وعندنا عيادات كتيرة موجودة. الكنيسة بتساعد ولادها أنهم يلجأوا لأماكن زي كده. لكن كالوصية الصحية الأساسية، الوقاية خير من العلاج. الوقاية ان احنا ما نتعلمش عادة وحشة. الوقاية ان احنا ما نقربش للحاجات دي خالص. ولازم نسمع نصيحة الكبار فيها. وإلا هنعمل زي العيل الصغير اللي يجي ابوه وامه يقول له اوعى تمد ايدك على النار، النار بتحرق. يقول له بابا ماما انا لازم اجرب بنفسي. لازم يا ابني حبيبي هتحرق ايدك، لازم اجرب بنفسي. طب جرب، انت الخسران. فاهم حاجه فيكم انكم تستمعوا لهذه النصايح، لان النصايح دي على حياتكم. واوعى حد يسرق الاتش الرابعه. الاتش الاولانيه ايه؟ والثانيه هارت، الثالثه هاند، والرابعه هاند، والخامسه هاوس. اهو بالظبط كده. سيدنا الوقت جري بسرعة خالص خالص، والوقت خلص. احنا بنشكر السماء ان بعتت لنا الجوهرة مرة تانية الغالية على قلبنا، وبنشكر قداستك يا سيدنا انك سمحت لنا ان احنا نقضي الوقت ده، مش ممكن ابدا هيشيل من ذاكرتنا ابدا. ربنا معاك. وبنشكر قداستك على الهدية الجميلة الجوهرة اللي بعتها لنا في عزبة النخل سيدنا انبا بافلي. ربنا يخليكم لبعض. ربنا يخليك يا سيدنا، شكرا خالص يا سيدنا، وده كرم كبير من قداستك. انا سعيد ان انا اقابل شباب وشابات في مرحلة ثانوي من كنائس عزبة النخل، وأنا عارف إنها كنائس مجتهدة وأبائها مباركين، ونيافة أنبا بافلي مهتم بيكم وفي وسطكم وفرحان بالخدمة وياكم خالص، وده شيء يفرحني. وأنا شايفكم كده شباب وشابات كلكم شطار وناجحين، وربنا يحافظ عليكم. شكرا يا سيدنا. أحبائنا المشاهدين، حلقة النهاردة انتهت، كانت مع ولاد أو بنات حي عزبة النخل بقطاع ثانوي. بنشكركم على الوقت اللي احنا قضيناه معاكم، وبنذكركم ان بنستقبل أسئلتكم على الصفحة الرسمية
واللي ظهر على الشاشه قدامنا دلوقتي للموقع الاعلامي المتحدث الاعلامي باسم الكنيسه. بنشكركم على حسن سماعكم والى اللقاء في حلقات قادمه ان شاء الله. شكرا يا سيدي.